شمريد شمريد لا عاد نتي زعما اسمك الله اسمك الله عاد نتي انا نهضر معك اسمعني اسمعني انا نهضر معك عاد نتي شمريد واش تسمعي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كي داير اخويا؟ مزيان بخير؟ مزيان. الله يحفظك بارك الله فيك. الله ينورك. كتبيعوا الباتريات؟ هي اخويا كاينين. شنو الماركة عندك؟ كاع لي مارك كاينين الحمد لله، كاينة السلعة اللي كنأمبورتيها من برا، كاينة السلعة ديال المغرب. كاين كلشي، كل حاجة وثمنها كلشي بكارونتي. لا الماركة، الماركة اللي عندك أنا بغيها سميتو ما تقويش عليا بزاف، أنا بغيتها الماركة. مرحبا. شنو الماركة عندك؟ كاينة عندنا بوش ديال لورو. كاين عندنا فارتا راه معروفة ميدين جرماني، كاين عندنا الإكزايد إسبانيا، كاين ألما ديال لا أنا بغيت الماركة الأخرى ديال المغرب. ألما كاين ألما وكاين ديال تشيك حتى هي قريبة من لا ماركة أخرى راه قالوها لي ونسيتها. شنو سميتها شنو الماركة؟ الباتري أحمد. باتري أحمد من هي؟ وأنت واش كضحك؟ أنا كنهضر معاك وأنت كضحك. لا راه بيزاغ يعني إنسان يضحك. علاش أضحك؟ وأنا ضحكة. أش من طوموبيلة عندك؟ والباتري احمد بغيت الباتري احمد ما كنبيعوش اخويا هاد النوع ديال الباتريات ما عندناش هاد الباتري ما عندكش الباتري احمد لا ما كاينش واش عيب الباتري عندك لا ما عندناش هاد لي مارك هادو كاين عندنا فارتا كاين الاكزايد كاين هاد احمد اول مره كنسمع بها لا راه كاين الباتري واش عيب والباتري احمد لانه كاينين مخربقين في السوق اللي لا ماركه مغربيه هادي ماركه مغربيه كتصايب هادي لا كتصايب هادي في دار بيضاء دار بيضاء كتصايب انا بغيت هذا احلى اه دار كحله وقيله وانت شك معلم طولتي معايا المكالمه ورا اخويا انت اللي وقيله وراك كنهضر معاك نيشان حتى كتضحك عليا ولا مالك انا جاي نشري انا مرحبا ما قلناش لك لا اش من الباتري وانا جاي نشري صاحبي وانا قلنا لك الطوموبيل ديالك فين هي شنو الطوموبيل عندك جيبها لنا نعبروا الطوموبيل كاينه هوك بعدا المشكل واش فيها ولا كاين شي حاجه اخرى الطوموبيل راه كاينه هوك انه ماشي ساهل باش نجيو نرزيو كليان لا انا بغيت باتري غنخلصك وغنمشي بحالي انا ما بغيت الباتري غنخلصك فيه ماشي مشكل جيب لي احمد واش عندك الباتري احمد لا ما عندناش غتجيبو لي تكوموندي خويا واش انت مقرقب ولا مالك ويلي دابا حنا كنبيع 20 حتى كتقول لي مقرقب وا خويا التصطيه هي هادي ما كاين شي دري اخر معاك هنا انت بنتي ليا ما كتعرفش واقيلا هذا جديد نتايا لا خويا ما عندناش هاد لامارك احمد الله يجازيك بخير وشي واحد اللي يخدم لي انا بغيت شي واحد يخدم لي الاركاد غتعطيني باتري يخدم لي الايركاد يكون بحال الباتري احمد هاك اخويا نعطيوك كاين هاد لامارك اكزايت دا ديال الايركاد يخدم لك الايركاد شحال داير 680 درهم 680 درهم 680 حيد هذيك 600 ونعطيك 80 درهم شويه لاباس وانت اللي بنتي ليا لاباس انا كنبيع ونشري معاك اصاحبي لا اخويا اسمح لي اه الثمن اخويا ما مسلكش شحال الثمن الاخر ديالو خليه غير 600 درهم نيشان 600 درهم يعني اخر ثمن هاك حتى انا نعطيك هذيك شد زيد تحط الباتري اشمن ديال اش هذه كيفاش ديال اش هذه خلاص انت شويه لاباس مالك انت ماكش باغي تصوتيني ولا مالك اودعمي كيفاش سير بحالك الله يرحم ليك الوالدين سير بحالك واطلب لي صاحبي انا باغي نشري باتري حيد صاحبي فين غن سير اصاحبي مالك انت ما كتعرف طالع تما ما انا وانت حتى انا نعطيك الفلوس وانت هي كتبقى تتريقل عليا ولا مالك حتى حنا نطلعوا ابلاتي مالك اصاحبي حتى حنا نطلعوا وانت حتى طلعتي مالك اصاحبي هود وماكش غتزبقيني ولا بحالك ابلاتي اصاحبي مالك وا وا لا صاحبي ولا بين وا ابلاتي اصاحبي انا نهضر معاك اين مالو اصاحبي انا نهضر معاك اصاحبي مالك راه من الشطنا هذا هذا النهار هذا اه الباتري حسب جيت اخويا كان سميتو باغي يصوتني هذا شلا ما تضربوش انت ما كنتش جايبين ولا ما هو اطلب لي اصاحبي ماكش شافني جيت تفاهمت مع الباتري قال لي 680 طوموبيل عندك اركاد اركاد شمن الباتري بغيتي دابا سميتو فاطنة شمركن بينا قال هو قال لي قال لي الباتري سميتو فاطنة سير اخويا في حالاتك شنو سميت هذاك الباتري اللي جبتي لي وما فاتش عنده 600 واحد اخويا ما نبيعوش نشري معاك انايا انت هي مالك بعد مني انت خلينا نهضر مع الناس هذه خدمه هذه دروك شنو هو هادشي وانت اللي قلتي لي واش تهبيل ولا مالك خويا قلت لي الباتري سميتو فاطمه جيب لي الباتري فاطمه الله يرحم لك الوالدين سير في حالاتك اه هادشي اللي نقول لك انا سير في حالاتك الله يرحم لك الوالدين صدقوا دايرين فيك هنا شي مصيبه مشي في حالك قاعد وانت حط هذاك الشيء اللي هاز شنو هو تحط الباتري اللي هزيت يا صاحبي ما هزيت الباتري وانت حط والدره ديالي غندي شارجه واش تمريض لا
عادنا اسمك الله اسمك الله عادنا جاي اهضر اسمعني اسمعني انا نهضر معك قبل واش مريض واش تسمعني تسمعني تو اسمعي وانا ماشي اسماعيل انا النم اسمعني اسمعني نقول لك نضربك بيه انا لا اسمعني والله تا كنهضر معك اسمعني اسمعني شوف 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 هاد لاش هبط هبط البدري هبط البدري واش تو اسمعي هو هذا ها هو هذا شوف لي شوف لي شوف لي شنو راه تريك يصورك تحكم معك اسمعني 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 اه اسمعني يا صاحبي اسمعي راه صيفطني عندك يوسف هو اللي صيفطني عندك قال لي سير شد اسمعي راه كيتقلق باترون هو اللي صيفطني عندك وغادي نضحكوا معاك ما عرفتينيش انا كنقول فيه البيت شيفك واش في الانترنت ما عرفتينيش نهائيا ها ما فهمتي والو اسمح لي قول لي واش بغيت تدوز معنا ماشي مشكل هانيه بكرة الرياضيه راه يوسف اللي بغى فيك الخدمه راه كنت معاه في ماشي مشكل في الشركه وقال لي سير شد في اسماعيل وجيت لعندك قلقتي عليا شويه راه هو اللي بغى فيك الخدمه يوسف تحياتي لك هو رندا السلام عليكم وقع لي واحد البروبليم ولكن مع الاخ يوسف فك لي البروبليم ديالي كان وقع لي مشكل في حد السوالم كانت الطوموبيل وقفات لي من الباتري ولكن الاخ يوسف صيفط لي التكنيسيان ديالو من كازا لحد السوالم فك لي المشكل ديالي تبارك الله عليك الاخ يوسف وعجبني هذا الكونسيبت هذا اللي عندكم بارك الله فيك بارك الله شكرا بزاف بارك الله فيك كما شرحت لك انه باتري شوب واحد الشركه اللي هي مغربيه ياك خدامه غير في الهوت كام ديال الباتري وكدير هذا لو سيرفيس ا دوميسيل لا كليونتيل ديالها دونك اي واحد في المغرب بقى بان في الباتري ديالو كنصيفطوا ليه الباتري حتى لعندو وكنأسيوري ليه المونتاج و لا ليفريزون حتى فين كاين دونك معنا ان شاء الله حتى شي واحد ما يبقى بار في الباتري حلينا هذا المشكل ان شاء الله تبارك الله عليك الاخ يوسف وعجبني هذا الكونسيبت هذا اللي عندك وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش مع الناس اللي كيتبعوني وبغيتك تزيد تشرح لهم اكثر مرحبا بك مرحبا بك دونك كما قلت لكم باتري شوب هي شركه مغربيه دارت هذه من بعد كورونا حيت في لابيريود ديال كورونا الناس ما كانوش كيقدروا يديبلاصاو باش يقضيو غرضاتهم حنا كرينا هذا لو سيرفيس ديال كنوصلوا البرودوي حتى لاي واحد عنده مشكل في لاباتري ديالو وما كنديروش غير لاباتري ديماغاج كنديروا تو تيب دو باتري دونك بالنسبه نهضروا على لاباتري ديماغاج اي طوموبيل كما كانت عندنا دي تكنيسيان ياك اون فوا كتصلوا بينا باش تقول عندكم مشكل كنشوفوا معكم البرودوي اللي مناسبكم وكنوصلوا لكم حتى لعندكم وكنأسيوري لكم لو مونتاج ا دوميسيل دونك نساو الهم ديال الباتري باتري شوب اللي لا باش تحل لكم هذا المشكل مع باتري شوب نساو الهم اخي يوسف نساو الهم ان شاء الله يوسف راه تبارك الله عليه عنده واحد البرودوي اللي زوين اللي عمري ما شفتو انايا وفاش شفت البرودوي ديالو قلت علاش لا ما نبارطاجيش مع الناس اللي متبعيني انا وبالنسبه للباتري تاع يوسف الموتور الطوموبيل كاميو رموك اي حاجه دونك الا نهضروا على لي باتري ديال الطوموبيل كما قلت لك كنخدموا في الهوت كام كلشي امبورتي دونك كاينين لي مارك اللي هما كما كنقولوا راس السوق فارتا بوش اكزايد فيلمان تيودور ودابا مدخلين حتى ديوغاسيل ان شاء الله ان شاء الله دونك هذا في لابارتي اوتوموبيل لابارتي موتو حتى هي كنخدموا غير في لي كرو سيلندر المطار الكبار كنديروا لي باتري ديال الكاميونات حتى هما كنديروا لي باتري اندستريال ديال الطوموبيلات الجولف ديال لي زوطو لافوز ديال لي شيز رولونت كنديروا لي باتري سولير دونك اي حاجه كتخيلها في لاباتري كاينه عند باتري شوب ان شاء الله تبارك الله عليك الاخ يوسف كما العاده الاخوان غادي نخلي لكم المعلومات كامله ديال الاخ يوسف وضروري نشجعوا لحقاش هذا السيد هذا دار واحد القضيه اللي ما عمري شفتها عند شي واحد كيدي بلاصه عندك فيما كنتي المدن اللي كاين فيها سي يوسف اكزاكتومون عندنا دي زاجونس بارتو في المغرب دونك عندنا اجونس في طنجه اجونس في فاس اجونس في اكادير تخوا اجونس في كازا كاين الرباط وسلا مراكش بيانتو ان شاء الله هي وقنيطره وبني ملال دونك حنا الفيزيون ديالنا من دابا لاخر العام يكون عندنا اجونس في المغرب كامل باش ان شاء الله لا ليفريزون رابيد بالنسبه للفيل اللي ما عندناش فيهم لي زاجونس عندنا ترونسبورتور كيوصل البرودوي في 24 ساعه اللي بغى شي حاجه الباتري يوصل حتى لعندو يوصل حتى لعندو ديك القضيه ديال خاف نخلصهم ما يصيفطوش ليا كلشي بايمون على ليفريزون يعني حتى كتوصل المنتوج بين يديك عاد كتخلصو كتكون عارفه شنو شريتي كتاخذ الكارونتي ديالك كتاخذ لا فاكتور ديالك ديال اي حاجه خديتيها عندنا دونك حنا يو سوسيتي اللي هي قاده مع الضرائب ديالها دونك اي فونت كتباع كتباع بالفاكتوره ديالها ولكن كما قلت لك ضروري ما غيتمشي حتى دير لي برانك ضروري سي يوسف ضروري ضروري واخا ما مستعدش ندير برانك ماشي مشكل غير سير دير لي مرحبا خي يوسف على هذه الخدمه اللي على هذه الخدمه هذه اللي درتي معايا اليوم غادي نمشي ندير لك برانك
فيما صيفطيني غادي نمشي بالنسبه لواحد القضيه واحد القضيه سي يوسف قبل ما نمشي ندير البرانك الناس اللي متبعيني لا بغاو شي باتري واش كاين شي برومو ديالي انا اكزاكتومون دونك غادي نكريو ان كود برومو اللي هو خاص بصاحب السعاده ياك غادي تزيدوه في تلقاوه في الكود برومو اللي تبغوا ديروا لا كوموند غادي يكون هذا الكود برومو راه غادي افيشي لكم في لاباج ياك هذاك عندكم واحد لا روميز سوبليمونتير على لا روميز اللي ديجا كاينه في لو سيت روميز ديال 5% زايده مرحبا بكم الاخوان ها كود برومو ها الاخ يوسف دار لي كود برومو والكود برومو ديالكم الخوت اللي خصو شي باتري انا نخلي لكم المعلومات هنايا الاخوان وزياده على الكود برومو اي واحد جا من طرفك توصل في المغرب كامل غاتبي ايوا انتم الاخوان هادشي اللي بغيتو انا وصلته لكم وتحياتي لكم الاخوان ومع السلامه.